ضميري مكارم الأخلاق. خذني إلهي لمسلك العشاق، تحيي ضميري مكارم الأخلاق. هب لي سر العبادة في مرقاة السعادة، هب لي سر العبادة في مرقاة السعادة، في مرقاة السعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لابد أن نهذب أنفسنا. فالإمام الحسن عليه الصلاة والسلام يقول أن هذا القرآن به مصابيح نور، يعني حياتك اللي جهل بيش تنور هذا الجهل بالقرآن، لأنه القرآن مصابيح نور، مصباح. شوف هذا الآن كل اللي دا نشوف، واحد يشوف الثاني، نشوف الجمال اللي موجود بهذا المكان. من بركة من؟ من بركة هذا النور الحسي. النور ظاهر بنفسه ومظهر لغيره، هم هو ظاهر هم يظهر الآخرين، يظهر الأشياء الأخرى. فكل هذا إنما يكون بالنور الحسي، كذلك النور المعنوي. القرآن نور معنوي، كلام الله نور معنوي. حياتك المعنوية، حياتك الإيمانية، حياتك العقلانية بيش تنورها؟ بمصابيح النور. وين ألقى سيدنا هاي المصابيح النور؟ الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمصباح. هذا المصباح وين؟ كتب على عرش الله بلون أخضر الإمام الحسين، مصباح هدى وسفينة نجاة. فحينئذ إذا تريد تنور حياتك وتريد مصابيح، يقول لك هذا القرآن. إمام الحسن، إمامك الحسن يقول هذا القرآن نور، فيه مصابيح النور، كل آية هي نور لك. لذا إن شاء الله نوصل إنه لما تقرأ الآية شلون تتفاعل مع القرآن. يعلمونا أئمتنا عليهم الصلاة والسلام لما تقرأ الآية شلون أتفاعل. لا تقرأه هذرا هذرا، يعني لا تقرأ سريع سريع. لا يكون همك في الحديث الشريف، لا يكون همك آخر القرآن، إنه أنا شو وقت أختم القرآن. هاي صار عندي صايرة أقلب الصفحات شو هذا الجزء شو وقت يخلص. لا يكون هذا همك، لا يكون همك تفتح مع الآية إيش تقول. هاي الآية إيش تقول؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. علش الله يسألني؟ ليش يوقفني يوم القيامة؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. شو مسوي أنا يسألني؟ إيش طالب مني اللي أنا ما مسويه؟ اليوم القيامة يسألني، وقفوهم إنهم مسؤولون. عن ما يسأل؟ يسأل عن خمسة أشياء: شبابك فيما ضيعته، وأن شبابي سوت له، مالك وين صرفته، من أين أتيت به ومن أين صرفته، صحتك سوت بها، الآن ابتليت بالمرض قبل ما تصير صحيح سوت بصحتك، هسه لمن تتمرض سيدنا ادعونا، لمن أتمرض أتمسك بأهل البيت كل الزين، لكن وقت اللي صح ايش سويت؟ وقت اللي شين صاحي تبطرت أو كنت داعي؟ لما كنت صاحي صليت أو تركت الصلاة؟ صليت بتأمل بتفهم أو لا ركوع سجود كنقر الغراب؟ نقرت صلاتي كنقر الغراب في ركوعي وسجودي. شلون صليت أيام صحتي؟ الله يسألني عن صحتي، يسألني عن مالي، بقفوه منه ومسؤولون، يسألني عن ولاة أهل البيت، ايش سويت مع ولاة أمير المؤمنين؟ أهل البيت اللي ضحوا بأنفسهم من أجلك، ايش سويت؟ ايش قدمت من خدمة لأهل البيت؟ قدمت أولادك، قدمت مالك، قدمت أسرتك، قدمت حياتك. هاي تقرأها في زيارة الإمام الحج عليه الصلاة والسلام، أنه سيدي أقدم لك كل ما أملك، في زيارة الإمام الحجة، كل ما أملك أقدم لك، أولادي، حياتي، علمي، كتبي، كل فداء لك. أنا قدمت هذا الشيء، وقفوه منهم مسؤولون. لذا يقول الإمام الحسن روحي فداء إن هذا القرآن فيه مصابيح النور أولا، وشفاء الصدور. صدرك بيش شافي؟ تارى صدرك الجسمي تروح للطبيب يوجعك، الآن صدري الآن قاعد يمكده يوجعني يحرقني، أروح للطبيب. لكن الصدر المعنوي وش أسوي له؟ اللي مبتلى بمرض الشك، عندي شك شبهة، هاي شكوك وشبهات، مبتلى بالرياء، مبتلى بالتكبر، مبتلى بالغرور، غرور علمي عندي الآن، هذا شو أسوي له؟ هذا وين أوديه؟
هذا الصدر يبتلى به بعدين أموت يصير تراب وتنتهي. لكن الصدر المعنوي اللي أخذه وياه إلى يوم القيامة أخذه عند رب العالمين عند لقاء الله. من كان يرجو لقاء الله أريد أخذ هذا الصدر، هذا القلب أريد أخذه إلى الله سليم سالم. كيف يكون صدري سالم مشافى معافى؟ شلون أخلص صدري من الأمراض، الأمراض النفسية الأمراض الأخلاقية شلون أخلصها؟ هذا التكبر اللي عندي، هذا الرياء، حب الناء، حب الدنيا، رأس كل خطيئة. أنا مبتلى بحب الدنيا. يا أخي إذا رأيتم العالم، إذا رأيتم العالم مقبلا على دنياه مفتونا بدنياه فاتهموه. هو أنا الإمام ده يقول لي إذا رأيت العالم ده يخاطبني إلي وإلك، إلي يخاطبني يقول لي أيها العالم أنت الله نطاك العلم، اجعل العلم في خدمة الناس، في خدمة المؤمنين، في خدمة الدين، في خدمة المذهب، لكن كن عالم صالح، كن عالم متقي، الناس يجون يقتدون بيك، الناس يجون يهتدون بيك، صير أهل الله لا تصير أهل الدنيا. لا تدعي أنا وأنا، هاي الأنانية مو لك، هاي الأنانية للشيطان. الشيطان قال أنا خير منه. المؤمن ما عنده أنانية، المؤمن يقول كالتراب في الحديث الشريف، المؤمن كالتراب يوطأ. شلون يطؤون الناس التراب؟ المؤمن هكذا لتواضعه، لشدة تواضعه. فعاد العلو، أنت ايش سويت أنت الآن؟ الحديث يقول إذا رأيت العالم مقبل الناس يعتبرك عالم، اسأل الله نطاك هالمقام عالم، الناس يعتبرك فعلا عالم. إذا رأيت العالم مقبلا على دنياه فاتهموه في دينه، يعني لا تأخذون دينكم من هذا العالم، أخذ دينك ممن كان مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، مطيعا لأمر مولاه مخالفا لهواه. سيدنا أستاذ النجف المرعشي رحمة الله عليه قال لي وجدتك الزهراء، على ما في بالي قسم بالزهراء، قال وجدتك الزهراء سيد عادل، أنا منذ بلوغي إلى يومي هذا لم أعمل بما تهواه نفسي. يا جماعة لم أعمل بما تهواه نفسي حسب علمي، قال حسب علمي طفولتي جد كان علمي بكد علمي جد أشتغل، لم أعمل بما مو أعمل الحرام، أنا قلت الحرام مو الحرام، لم أعمل الحرام، لم أعمل المكروه، لا لم أعمل بما تهواه نفسي. أنا الآن أهوى هاي الخيار أكلها ما أكلها، لأنه أكل لله ما أكل لنفسي، أنا أكل للعبادة حتى أتقوى على العبادة منذ البلوغ، يعني مثل عمر 15 سنة. هاي مراجعنا والمطلوب منا كل هذا، بس الله وفق أولئك وصاروا قدوة لنا، قدوة صالحة. لذا قال إن هذا القرآن فيه مصابيح النور. يا جماعة حجيات نوركم بالقرآن، افتحوا القرآن شوفوا شلون يعلمكم، وعاشروهن بالمعروف، انتوا الرياجيل عاشروا النزوان بالمعروف، امساك بمعروف او تسريح بمعروف او عيشة بمعروف، ودائما المعروف هو الملاك بالقرآن. القرآن هذا نوره، انه يقول عيش حياة طيبة لنحيينهم حياة طيبة، كل من اللي آمن ويعمل عمل صالح الله يقول أنا أتكفل حياتك، أنا أتكفل حياتك. من أصلح آخرته أصلح الله دنياه، من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، من أصلح بينه وبين الله أصلح الله بينه وبين الناس. أنت ليش مقهورة إنه مرت عمي تأذيني؟ أنت أصل حبيبك وبين رب العالم يشوف مرت عمي شلون تفدي لها، تفدي روحها إليك. أنتي أصل حبيبك وبين الله، صلي تمام، صلي صلاة الليل، قومي صلي صلاة الليل شوفي شلون بركاته. صلاة الليل نور المؤمن والمؤمنة في الدنيا، نور المؤمن والمؤمنة في الدنيا. ليس منا الإمام العسكري، ليس منا، ليس منا، ليس منا، ثلاث مرات يقول ليس منا من لم يصلي صلاة الليل. مو صلاة اليومية، صلاة اليومية خايف مفروغ إنه هذا واجب، هذا بعد لازم تجيبه، لا صلاة الليل ليس منا من لم يصلي صلاة الليل، هذا مو عندنا. إن هذا القرآن فيه مصابيح النور وشفاء الصدور. طبعا لمن شفاء؟ نفس هذا القرآن العظيم، نفس هذا القرآن، مثال اللي مثلته قبل، مي البحر إذا طوبت خلي بيها ما تأخذ مي، أما إذا تخلي بيها طاسة تأخذ المي. ليش طاسة؟ مفتوحة. إذا العقل مفتوح القلب مفتوح لم يكن مقفلا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب إيش أقفالها؟ لا يكون قفل بقلبي، إذا كان قلبي باب قلبي مفتوح عند ذلك رحمة الله تدخل، عند ذلك يكون شفاء. هذا القرآن شفاء للمؤمنين، لكن ولا يزيد الظالمين إلا إيش خسارة. إذا ظلمت نفسي بالذنوب لو ألف مرة أقرأ القرآن، القرآن يخسرني ما ينفعني،
لذا قال عليه الصلاة والسلام: وشفاء الصدور فليجد جان البصرة. يلا اقرأوا القرآن، تدبروا في هذا القرآن، فإن التفكر، تفكر القرآن، تفكر القرآني، فإن التفكر حياة قلب البصير. فكر الآيات لمن تقرأها واقعا، فكر. قالوا له سلمان محمد رضا الله تعالى عليه: كم ختمة ختمت القرآن في شهر رمضان؟ قال لهم: صار 3 سنين أنا بوقف هاي الآية دا أفكر بيها، 3 سنين دا أفكر بهاي الآية، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. شنو يقول الله؟ إنه أكو غير الله بهالدنيا بهالسماوات والأرض لفسدت السماوات والأرض. يعني شنو؟ ليش تفسد السماوات والأرض إذا أكو إله ثاني؟ ليش إحنا ننكر الأقانيم الثلاثة المسيحية، أبو ابن روح القدس، ما عندنا 3 إلهات؟ ليش نقول عزير ابن الله باطل، مقولة اليهود باطل إنه عزير ابن الله؟ ليش نقول باطل؟ قول يصير ابن الله، شنو خلي المسيح يصير ابن الله، شو يصير؟ شنو المشكلة؟ ليش نقول باطل؟ كفر، لازم توحد الله، لو كان فيه ما آله إلا الله لفسدته. يقول ثلاثة سنين أفكر بهذا المعنى. لذا قال: فإن التفكر حياة قلب البصير، حياة قلبك بالفكر. فكر كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور. شلون المستنير يشيل المصباح قدامه يمشي ويشوف دربه؟ قال له: ولدي أنا راح أموت، فأوصيك أموالي وزع على الفقراء، وابني بيها مدرسة وتعال الحوزة وفلان. الولد سكت، قال: سمعنا وطاع أبتها، ما يخالف. ليل كان ليل أظلام وبيده الفانوس، الولد يشيل الفانوس قدام أبوه ويمشي. هالليلة إيش سوى؟ راح ورا الوالد، خلى الوالد لي قدام، قال: تفضل بابا، ورا ولازم الفانوس. قال: بابا وما دا أشوف طريقي. بابا الفانوس طعن لي قدام، وراي ماخذ الفانوس، وراي اكو نور، قدام ماكو نور. قال له: بابا توصي انه انا وراك اجعل النور، توصيني انه انا اسوي لك خيرات. عم انت ليش ما تسوي خيرات؟ انت قدم خيراتك لقدام، انت اللي توصي ثلث اموالي كذا سووخه، انت الان ثلث اموالك اعطي لله، اعطي للفقراء للايتام للمساكين لامور خيريه، انت الان اعطي، شنو هالبخل؟ انت خلي نورك يسعى بين يديك. لذا قال: كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن إلا صلاة الليل، فإن الله لم يبين ثوابها لعظم خطرها عنده، فقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال عليه الصلاة والسلام: الرواية الثانية كلش حلوة، كلش حلوة الرواية الثانية، ربما ما سامعيها. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن، يا جماعة من قرأ، من يعني كل واحد يقرأ، رجل امرأة كبير صغير ماكو فرق، كل من يقرأ، من قرأ القرآن كانت جزاء القراءة. أنا اليوم قرأت جزء، قرأت صفحة مو جزء، قرأت 10 آيات، قرأت 10 آيات وانت قوم أروح، شنو أثره؟ يقول هاي 10 آيات، وهذا كتاب الله، إذا تقرأ كتاب الله، الله يجازيك، ما يطلعك من دون جائزة. هنا لما تطلع جوائز شنو لازم يمد إيده، أنت تعبان وكاتب الأجوبة ومفكر وقدم، فكم دقيقة فكرت أنا طلعت الجواب، وبالأخير شنو يمد إيده سمحت الشيخ بتشيس ويطلع، لو يطلع اسمك لو شنو ما يطلع اسمك، وانت مضطرب وش يطلع اسمي ما يطلع، بالاخير شوف لا طلع اسم غيره، ايش راح تعب كله راح. زين، فهنا الجوائز مال الجماعه، لو تصير لو ما تصير،
150-200 نفر اللي قاعدين أربعة راح يأخذون جوائز، البقية كلها راح شنو؟ ماكو جائزة. أما القرآن يقرأ كل من يقرأ الله يعطي جائزة، يقول له جائزتك يا ابني محفوظة. ربي شنو جائزة؟ إذا قرأت القرآن، إمامك الحسن روحي فداه يقول من قرأ القرآن كانت له دعوة مجابة. كانت له دعوة مجابة، اسمع، إما معجلة أو مؤجلة. لو بالباب يطياك لا يقول لك باكر أعطيه، عقب باكر لو أخليه يوم القيامة ذخيرة لك. أنا أعطيك الحاجة، أعطيك الجائزة، مو مثل الجماعة لا، أعطيك الجائزة بالباب، بالباب بس تطلع بالباب أعطيك جائزتك. شفت شنو الحاجة اللي تريد؟ حاجة عندك يمي مستجابة، لأنه قريت قرآني، قريت قرآني، حاجة عندك يمي مستجابة، أنا أجيب دعوتك. من قرأ القرآن؟ كل واحد، امرأة، رجل قرأ القرآن يقول أنا أعطيك الجائزة، جائزتك يمي محفوظة. شنو جائزتي يا رب؟ يقول لا أقضي لك حاجة. شو عندك حاجة؟ لذا عندك حاجة وتقرأ القرآن وعندك مشكلة الآن، زعلانة المرأة من البيت طالعة وأنت مبتلي بحياتك، شو تسوي يا إلهي بشهر رمضان المرأة تزعل على وين أودي هذا دردي؟ تمام؟ اقرأ لك القرآن صفحة من القرآن، قل له إلهي رجع زوجتي الآن، الله بساعة يلقي في قلبها، ارجع يلا قومي، خلي يد غيبية بالقضية. وكذلك الإمرأة زوجها زعلان وهي المسكينة تعبانة من الصبح لليل وبالأخير الأغا زعلان، فخلي تقوم تقرأ القرآن وتقول إلهي هذا الزعل أنا ما أريده، أريد الحياة حلوة، حياة صلح، ما أريد الزعل. تقرأ القرآن الله يدفع الزعل، يدفع المشكلة. ما عندها طفل تقرأ القرآن، أموال ما عندها تقرأ القرآن، ما أدري أخلاق سيئة عندي، لا عندي خلق سيء، اقرأ القرآن واطلب من الله خلق الحسن. عن الحسن روحي فداه، عن أبي الحسن، عن جد الحسن، الله أكبر جد جميل هذا الرواية. عن الحسن، عن أبي الحسن، عن جد الحسن، إن أحسن الحسن الخلق الحسن. اطلب من ربك الخلق الحسن، تقرأ الآية القرآنية. من قرأ القرآن كانت له دعوة مجابة، إما معجلة عاجلا بالباب يطياك أو مؤجلة بعد شهر شهرين. طبعا أكو نقطة مهمة، أنت أطلب حاجتك، أطلب الحاجة اللي تريدها. أنا اليوم فكرت في نفسي قلت إلهي أنا قلبي دي وجعني، وادي أذيني، وادي أذيني، إلهي أطلب الشفاء منك؟ قلت أشوف أطلب الشفاء من الله أو ما أطلب، ربما تضحكون علي بس خلي أقولها مو مهم. قلت شوف إنه أطلب الشفاء من الله أو لا أطلب، تبادر إلى ذهني، إيش خطر سماع دشون هذا الخطور إجى بذهني من إجى ما أدري، تبادر إلى ذهني إنه سيد عادل ما يخالف أطلب، بس أكو شيء واحد. الآن إحنا نشافيك بس عمرك راح يصير شهر، شهر مو أكثر من شهر عمرك، أعطيك الآن شفاء قلبي تمام المعنى، بس شهر راح تبقى واحد، وأعطيك هذا الوجع تبقى 10 سنين. ياهو قلت لا إلهي أريد الثاني الوجع أريده ما يخالف، لأنه 10 سنين عندي شغل، أنا كم كتاب عندي الآن ما مكمل أريد أكمله، إيش في نفسي ها؟ لذا أقنعت ما طلبت الشفاء، ولو طلب الشفاء لابد من، لكن رضيت بهذا الشيء، قنعت نفسيا، قنعت يعني مرتاح الآن، كل ما عندي وجع مرتاح نفسيا. ليش؟ ما شفت الله سبحانه وتعالى يسوي بمصلحتي؟ يقول أنت بتعرف شيء، أنا أعرف شو، أنت تعرف شيء، أنت تشوف الظاهر، أنا أشوف الواقع، أنا أشوف لك المستقبل، أنت بس تشوف قدام رجلك، أنت تشوف الوجع الحالي أمام المستقبل، أخو ما تدري شكو. فذبها بركبة عالم وأطلع منها، ذبها بركبة منه عالم وأطلع منها سالم إن شاء الله. من قرأ القرآن كانت له دعوة مجابة، إما معجلة أو مؤجلة. وقال عليه الصلاة والسلام اعلموا علما يقينا، أيها الناس اعلموا علم يقين فوق العلم، اليقين فوق العلم، ببحث مفصل حوزوي، اعلموا علما يقينا أنكم لن تتلوا الكتاب حق تلاوته. حق التلاوة بعدين أذكرها شنو، لن تتلوا القرآن حق تلاوة. ما تتلون حق التلاوة، التلاوة إلى حق، كل شيء إلى حق، حق الوالدين، حق الزوجة، حق الزوج، حق اللسان، حق العين، حقوق، رسالة الحقوق لمجلس العابدين، التلاوة أيضا إلى حق. شنو حق التلاوة؟ يقول الإمام الحسن لن تتلو القرآن حق تلاوته حتى تعرف الذي حرفه، حتى تعرف الشيء اللي التحريف اللي وقع في القرآن، فإذا عرفتم ذلك
تعريف من حيث المعنى، غيروا المعنى القرآني. القرآن شيء يقول أولي الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأولي الأمر قالوا أولي الأمر كل من كان حاكم، ولو بالسيف ولو ظلمان ولو كان صدام، ولو كان صدام لازم أطيع لأنه أولي الأمر. حرفوا المعنى في القرآن. القرآن يقول أولي الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر. من إطاعة الرسول؟ يعني الذي يكون بمستوى الرسول أطيعوه، يعني أئمتنا عليهم الصلاة والسلام من المعصومين لازم أطيعوهم إطاعة مطلقة. لكن الجماعة حرفوا، يقول حق التلاوة أن تعرف هذا التحريف الذي حرفوه من بعد رسول الله، هذا لازم تعرفه، هذا حق التلاوة. لذا قال لن تتلو الكتاب حق تلاوته حتى تعرفوا الذي حرفوا، فإذا عرفتم ذلك عرفتم البدع والتكلف. تعرف وين أكو بدعة وين أكو تكلف، عند ذلك تعرف الحقيقة. لذا لابد أن نكون في رحاب القرآن. طبعا البحوث القرآنية هو بحوث كثيرة بي، بس أنا أخذت جانب واحد من هذا البحث القرآني وهو بحث التلاوة، أنه تلاوة القرآن كيف تكون حتى نكون على بصيرة من أمرنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا الله، اسعدنا وأهلنا في الدارين يا الله، ارزقنا العافية عافية الدين والدنيا يا الله، عافية الدين والدنيا والآخرة يا الله، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين ووالدي، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.